الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نستكمل إن شاء الله سويا في هذه الليلة المباركة آيات من سورة النور، وهي الآية 33 والآية 34. إن شاء الله by the will of Allah and His blessing and His grace we will continue together tonight the tafsir of ayah number 33, number 34 from Surah An-Nur, the light. Inshallah, we finished last 2 weeks the ayat of al-hijab for women among their mahal, and we still have only 1 point left before I move forward toward ayah number 33 and number 34. They asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لما قال سبحانه وتعالى لما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لأصحابه إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال صلى الله عليه وسلم الحم الموت. وكثير من الناس لا يعرف معنى كلمة الحم. الحم هو كل من تظنه النساء من محارمها، لأنه نشأ معها منذ الصغر، ابن عمها وابن خالها ابن أبيها ابن أمها، تظن أن هؤلاء محارم وهم ليسوا بمحارم. استغفر الله. ابن خالها وابن عمها، ويستثنى من ذلك طبعا ابن الأبي وابن الأم لأنه أخوه. المهم أن الحم الموت، لأن كثير من الناس يأذن بدخول الرجال أو تدخل النساء من غير المحال، لا تربت مع الشباب، تربت معهم صغيرة، بنت الخال وبنت العم وبنت الخال وبنت العمة، فتربت مع الأولاد من صغرها ولعلهم يسكنون في بيت واحد، ثم أنهم لا يهتمون بأن يكون هناك ضابط ورقيب بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، وخصوصا أخو الزوج وأخت الزوجة، لأن التحريم بين أخو الزوج وزوجة أخيه تحريم ليس على التأبيد، إنما هو تحريم مؤقت ما دامت على ذمة أخيه أو ما دام أخاه حيا. فعند هذه الحالة هي محرمة عليه تحريما مؤقت، ثم أنه برغم هذا التحريم المؤقت تسمع قصصا يندى لها الجبين وتنصدع لها القلوب، فترى الشاب يدخل على بيت أخيه وامرأة أخيه ويقع بينهما المحرم والزوج لا يدري، ووثق في أخيه وأدخله البيت ظنا منه أن أخاه يحبه ظنا منه ذلك لأنه تربى معه، ولعل هذا الأخ الكبير هو الذي ربى الولد بعد وفاة الأب.
وهذا هو الولد يأتي ويتلصص على عورات امرأة أخيه، ثم يتحين الفرص ويختلي بها وتقع الفحشاء، وقد تحمل المرأة وتنسبه إلى الزوج. فأنا أحذر من ذلك أشد تحذير. وأعلم قصة قديمة قدموها قرابة 9 سنين 7 سنين. هذه القصة أنا فوجئت لأن شخص ما ليس من العرب جاء وقال أدركني. قلت ماذا؟ قالت تعال إلى بيتي. ذهبت إلى بيته فإذا الرجل يستغيث ويبكي ولا يدري ما يصنع ومعه ولد صغير. قلت ما الحال؟ قال جاءتنا بالأمس أخت زوجتي ومع زوجها ليبقى عندنا على شاطئ البحر لعدة أيام، ثم قمت في منتصف الليل وقد أحسرت من البول أردت الدخول في الحمام فإذا هو مشغول، فجلست في الظلام أنتظر من يخرج، يعني أخذ ركنا أخذ جانبا ولكن لا يرى، هو لا يرى أحد حتى يخرج من كان في الحمام. فخرج من كان في الحمام فإذا هي زوجته، فقام ليدخل الحمام فمنعته. قالت لا تدخل. قال لماذا لا تدخل؟ أنا أريد الحمام. قالت الحمام مشغول. قال من بالحمام؟ أختك. قالت لا. قال من إذن بالحمام؟ ففتح الحمام فإذا زوج أخته. كان هو امرأته في الحمام سوية. لو أنها قالت له أختي لانصرف الزوج وستر الله على الأمر، ولكن أراد الله أن يكشف الأمر. فخرج فدخل فإذا بزوج أخته ويقسم هو وتقسم هي أنه ما فعل أي خطيئة. طيب ماذا كنت تفعلين معه في الحمام؟ ترينه أين صنبور الماء مثلا ولا ما؟ يا إخوة لا تدخل عليك أخت امرأتك أبدا وأختك ليست وامرأتك ليست في البيت. تقولي يا أخت امرأتي وجاءت من مكان بعيد، إن كان في البيت غيرك أهلا وسهلا، حد من أولادك الصغار هي خالته تجلس معه، صغار أو كبار خالته تجلس معه، لكن أنت وحدك وتدخلها وتضيفها اتق الله. طب ماذا أصنع؟ دعها تدخل واترك لها البيت. دعها تدخل، قل لها عندك دقيقة واحدة تأخذ عليك ثيابك ثم تخرج تقول لها دونك والبيت خلاص تبقى في البيت. إن كنت تعرف أنها امرأة سراقة تسرق يعني من البيوت فقل لها دقيقة واحدة سأذهب معك أفتح لك باب النساء في المسجد، اجلسي في المسجد حتى تأتي أمك لأني يعني معي عذر ما تستطيع أن تدخل البيت الآن خلاص. وكذلك إذا كانت المرأة وحدها في البيت وجاء أخ الزوج الأمين الصادق المحترم الشريف أيضا لا يدخل البيت إلا أن يكون هناك أبناء أخيه بنات ذكور أو إناث يجلس معه ويتنازل لأنه عم، وإلا تقول له أخاك ليس في البيت إن شئت انتظره في المسجد حتى يرجع. يغضب كيف ترجل وكيف تفعلين ذلك معه؟ فليغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحول الموت، يعني لو خيرت بين أمرين بين دخول الحول في غفلتك ومع غير ذي محرم أو من يحول مع حدوث ما يحول حدوث الفحشاء في البيت، فلو اخترت بين دخول وبين الموت تختار الموت. ده أمين ونظيف وقلب أبيض زي اللبن الحليب ما يدخل. وأنا والله لا يدخل إخوتي في بيتي برغم أنهم عندي أعز من أولادي وأعز من زوجتي وأعز من كل الناس،
لأن الزوجة تعوض والولد يعوض. أما الأخ بعد وفاة الأب أو الأم أو لوفاة كلاهما كيف يعوض هذا؟ لا يعوض الأخ ولا تعوض الأخت بحال، ومع ذلك لا يدخل بيتي في غيبتي. يتصل بالتليفون، أخويا موجود، وإذا جاء صعد إلى رابع دور إلى الطابق الرابع ولم يجدني ينزل إلا أن يكون في البيت أحد آخر، فالآخر يستضيفه ويجلس معه حتى أرجع. هذا أمر الله ورسوله، رغب فيه من رغب وكرهه من كره. وأحيانا تضطر الأسر إلى أن تستضيف مثلا زوجة الابن أو زوج البنت، وفي بنات أخر أو في رجال أخر في البيت وهم ليسوا محارم لهذه الفتاة، أو هذا الرجل ليس محارم للبنات، فلذلك أحيانا يضطر الأب اضطرارا إلى البقاء في مكان معين حائل بين الكل حتى يأمن أي خلط في كلمة أو حرف أو حركة. إن كنت تستطيع أن تضبط الأمر فبها ونعمة، وإلا فاسعى إلى أرض أخرى. أرجو أن لا يتصور أحد أبدا أني أتكلم عن أي أسرة، بل أتكلم عن نفسي وعن أحوالي. فلا يظن النظام أنه يتكلم عن فلان أو علان، لا أنا أتكلم عن نفسي. وأنصحكم بما أنصح به نفسي، اتقوا الله. وإما أن تكون منتبها لو حتى مش هتنام طول الليل، لو مش هتنام طول الليل وتفضل كده جنب الباب تحرس الفاصل، تبقى انت الفاصل، افعل. وارجو ان يكتب لك في ذلك اجر حتى ياذن الله بامر كان مفعولا. لكن كل وقت ولو ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم he told us be aware from entering on the non-mahari women, entering the houses of the non-mahari women, he means while her husband is not indoor, is not at home. Don't ever enter. Oh, but I have no place else to live. Wait till your brother come back home. Stay in the masjid. If the wife can leave you at home, okay. You are his brother, and you know, she knows that you are a troublemaker. She will put her clothes and go to her neighbor, which she lives alone, to stay with that woman till her husband comes back, she goes back to the house. Or if she can, leave the house for him and come to the women's section in the masjid. She can do that, because she doesn't want to disobey Allah. Maybe the husband, if he will come back and his brother will give to him many words, you see what your wife did to me? Maybe he will beat the wife, maybe he will curse the wife, maybe he will divorce her. How dare you don't allow my brother to enter? What do you think he will do to you? What Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If you need to hear bloody stories, there are plenty of bloody stories. I know plenty of bloody stories. Relationship between the husband and his wife sister. Relationship between the wife and the brother of her husband. Problem, big problems. And sometimes the result of that, baby in the belly of the mother, the wife. And even if they will do DNA test, they will look alike because they are two brothers. So the brother, the father, the husband has to carry that. So you have to be very careful. Whether you like what I said, my advice, or you dislike my advice, that's up to you. I don't criticize anyone in the city or anyone you ever knew. I speak about even my own situation with my brothers, with my brother's wives. I never enter the brother's
house if he's not home, even if I come from America. I go stay anywhere else in the masjid till my brother come back, if I have to stay with my brother. Because non-mahalim, they can cause lots of trouble. Rasulullah said, if someone have a choice to allow the non-mahalim to enter, even if they temporarily mahalim, like the sister of your husband, the sister of your wife, or the brother of your husband, temporarily, that you cannot marry them temporarily, but they are not mahal whatsoever. Because you know that plenty of people, they divorce their wives to marry her sister. Or the wife cause trouble, or sometimes kill her husband to marry his brother. Plenty of stories. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa said, Alham, which is non-mahalim, even if you grow up with them, oh, I've been with them, I grew up with them 20 years. And now my husband is stopping them from entering my house. Yes, that's his absolute right. We consider nothing about growing up with you. The sin of that, well, your father will carry it, unless your father was an alert person, stand up all the night and watch every move. And that is too much load in him, but he doesn't allow himself to sleep, to be a guard between the non-mahalim in the house. You have to know that, and you have to listen to Rasulullah. If you have to take one of the two, to die, the death, or to allow the non-mahalim to enter, choose the death. This is what Rasulullah sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam said. Now we move to verse number 32, 33, 34 from Surah An-Nur. Verse number 32, يقول المولى تبارك وتعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والله واسع عليم. هذا ترغيب عظيم في أن تنكح إن كنت قادر على النكاح، أو أن تعين على النكاح من يحب النكاح وليس عنده المقدرة الكاملة. وأنا سعيد جدا، وأول مرة صراحة يعني أنا لا أجد في المجتمع المصري، وأتمنى لو كنا أمثالكم أمثال اليمنيين. لما جئت هنا أسأل على فلان، يقول هذا ابني، ما شاء الله تبارك وتعالى، تبارك الله سبحانه وتعالى، ابنه أطول منه. أنا ولد، نعم، بس أنا تزوجت صغير ما شاء الله، تصورتها حالا وغيره، تصورتها حالا وغيره. فقلت ما الخطب؟ قالوا إذا أخذ الولد مثلا الثانوية العامة أو الهاي سكول، we help him to get married. Wallahi, that is the best you did. But it could be problem in the future, because maybe he won't click with that girl, which you make a choice for him. Why don't you ask him which one you like to get married? Because he will choose. I want this cousin. I want that cousin. Or I want that neighbor. You really want this? Yes. You think you will live good with that? You think you will click together? Yes, Dad. I really have some feeling toward him a long time ago, and now it's time. It's okay to tell him, marry your cousin. Okay. The probability for him to click with his cousin, 50%. And the probability for him not to click with his cousin is still 50%. فاحتماليه أن يتفق 50%، لأنه لسه مجهول، هو لم يختارها، ولكن أعجبتك أنت كأب، أو أعجبتك أنت كأم، فاخترتما له، أو اختارها واحد منكما، والولد لأنه يريد أن يتزوج، ويريد أن يكون عنده امرأة،
فيقول أتقول بنت خالتك بنت عمتك بنت خالك بنت عمك فيصلح الوقت والخال يرغبه والعم يرغبه والأب يرغبه والأم ترغبه يتزوج ثم مشهد ويضطر أن يطلقها وهي صغيرة وهو صغير ثم يسعى إلى غيرها ثم يسعى إلى غيرها نرجو إن كنا لا نحسن الاختيار خلي الولد يساهم بشيء من الاختيار النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق أتظنون أن ربه كان لا يستطيع أن يختار له من فوق سبع سماوات طيب ما هو كان وحيد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وكان يأتيه جبرائيل عليه السلام ومعه صدقة أو قطعة قماش فيفتحها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه امرأتك فينظر فيها فإذا صورة فتاة ومنها أخذ من العلماء من جوز الصور الفوتوغرافية قياساً لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صورة في صدقة ولم يقل أخرجها أخرجها يا جبريل إنها محرمة إنما نظر إليها وقد يقول آخرون إنها لا تثبت لأن بمجرد ما يضع الصدقة لاحظ الصورة ولكن المقصود على حبس الصورة لزمن معين خلقه الله أنت لم تخلقه بيدك إن كان في ذلك ضرورة ومنها أخذه بعض الناس أنه يجوز أن تظهر لولدك مثلا تقول له تعجبك هذه الفتاة والله يا أبي إنها مليحة طيب خلاص نرجع الصورة ونروح نخطبها يجوز فعل الله عز وجل ذلك مع نبيه أتظن أن الله كان يعجز أن يري النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام ويقال له هذه امرأتك لا يعجزه شيء مضبوط لا يعجزه شيء ولكن المولى عز وجل له حكم ويعلم ما سيحدث في المستقبل فيكون سبيل لالتقاء الناس الذين لا يمكن أن يلتقوه ولكن طبعا لا تقول لي إذا البنت تضع صورتها على الإنترنت هذا باطل ومحرم لأنها لا تدري هل ينظر إليها الخطاب أو ينظر إليها الفساق هذه واحد ثم أنه يصرح للفتاة أن ينظر إليها شاب واحد فإن قبل أو مضى يعني إن قبلها أو زهد فيها فيؤذن لها في رجل آخر مرة أخرى فإن قبل فبها ونعمت وإن زهد فيها يمد لها في التصريح ولكن مثلا لا نستطيع أن نأتي بالأخ عبد الكريم وأحمد والأخ أبو عبد الله والجميع ويجلسون ينظرون إلى فتاة واحدة تعجبكم؟ هذا ما يحدث على النت من يريد أن ينكح هذه الفتاة؟ وتبقى مصيبة بقى أنا وأحمد وأبوك خالد وجود هذا الأسبوع نعم وجد هذا الأسبوع في قناة اليمن ماذا؟ وجد هذا بنت وثلاث وثنين أولاد والله والله لا حول هي أخرجوها من السعودية أيوة زفروها يعني زفروها زفروا يعني رحلوها رحلوها أيوة أهلها في السعودية والبنت رحلوها خارج الثانوية أيوة عاقبلوها في السعودية بقية بحالة في اليمن يعني ما فيش حد معها بعيد بالخارج الله فبعدين لجأت إلى محمد محمد شخص بيظهر يعني برنامج بالتلفزيون نعم فتشتي تعود لعند أهلها أهلها بيقدر طالبوا لها السعودية منعت تعطيها الفيزا الدخول فجابها يعني هل ترقى من أن تزوجي؟ قال على في إنسان يعني مستقيم قبلها رجلين قدامها جاب لها راجلين
والله لا لا أتوا من ذات أنفسهم ما جابوا يعني جابوا في البرنامج أتوا من تلقائهم من ذات أنفسهم حبيبي أيوة لكن ظهروا الاثنين في البرنامج أخذوا في البرنامج مع صوت التلفزيون يعني يرغبوا في الزواج يعني لو يعني حتى على كل الأحوال أنا لم أرى البرنامج بعيني حتى أقر وإنما المقصود بس يا شيخ هذول مفر واحد ينظر لآخر طيبة تقعد واحد نعم أنت لك حق تنظر لآخر طيبة تنظر لي مرة واثنان وثلاث نعم بدون واحد نظرة شرعية طيب أقول لك على أنكى من ذلك لأن أنت دائما أخي لقيت تتعجل في الرضوع اسمع حبيبي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي إن استطعت أن تختبئ لترى منها ما يرغبك في نكاحها فافعل يعني إيه؟ يعني هي نازلة مثلاً البحر تغسل الحلل هيشوفها وهي بتنحني وهي بتفعل وهي مكتوبة الساقين وهي الصورة برضو يكون فيها شيء من الاحترام أنا لا أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم غير احترام بالعكس هذا عن السنة إن كنت تستطيع أن تذهب مثلا تعرف انها موظفه في المكان الفلاني فيقال لك هي في المكان تذهب ولا تنتظر لها نفسك وتذهب تسال عن الاخ عبد الله ما في هنا عبد الله ولا تتكلمها هي تريد ان تسمع صوتها ترى منها شيء يرغبك في النكاح قالوا لي هو يعمل هنا ما يعمل هنا رجال قلت ممكن يكون فين الرجال في يقولوا كذا انت بتاخذ وقت عشان تعرف شكلها ايه وتعرف طويله قصيره ها تستطيع أن ترغب في نكاحها حتى وإنها لم تكن ترى والصور هذه أحيانا تعين على العيش بس يعرف شكلها هو يعرف أصلها وفصلها ولم يعرف ولا يعرف شكلها الآن طيب هي يعني شكلها مليح ويستحي أنا أعرف أسر الأولاد مش عايزين يتزوجوا الرجال يقول لا أدخل بيت أخوك إما أدخل أكبر وإلا لا أدخل ليه؟ لأنه مش عايز يخش في مسألة جالة عريس واثنين وثلاثة أو جاءها شاب من بيت عائلة فلان ودخل وجلس ونظر إليه ثم تركها ومشى يعني في أمور كثيرة الإسلام يتغاضى عنها تيسيرا وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر يعني تحين لها لتنظر منها ما يرغبك في نكاحها عايزين نفهم واسع حكمة النبي صلى الله عليه وسلم المشرع قبل أن يعني نشتد في الإيه؟ أنا كنت زيه لا أقبل حتى أن ينظر إلى 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 فستان فارغ لكن الأمر كل ما تقرأ تتعلم تجد أن دينك أوسع وأيسر بغير ابتزال وبغير تفريط فتجد أن الأمر أسهل تستطيع أنك أنت وإذا كيف كان طيب في الزمن الماضي يمكن حضرتك او اكبر منك كان لا يرى زوجته الا في يوم الزفاف واحيانا يتفق على فتاه سمع عنها ولا يعلم ان لها اخت اكبر لان مثلا كانت هذه يراها تخرج او نحو ذلك فيذهب اريد ان انكح ابنتك ويقول له ابنتي نعم قال بركه الله ثم يدخل الكبرى وتكون مصيبه كبرى ويضطر الولد ان يسبق ثم ما يلبث أن يطلقها ويقال طلقها لينكح أختها تبقى فضائح الأولى أن ينظر إليها وأحيانا أنا حضرت مع شباب أقول له أنت الوقت هتدخل وأنا هعبره يقول لي ليه أنت مش أنت اللي جايبني النصف دي قلت له يا أخي أنت لك الحق أن تنظر أنا ليس بحق لي حق أن أنظر أنا أوصلتك ها هنا أوصلتك في المسجد أنت تجلس مع أبيها أو مع خلها أو مع أبنها يجلس معها محرمها وينظر إليها. طيب معلش ليش؟ هو من السنة من السنة. أنا أقول إن في ناس تذهب ولا تنظر. فذهب وجلس معهم ونزل. قلت هي أعجبتك؟ قال والله استحييت أن أرفع بصري إليه. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟ يعني كيف تستحي؟ يا سيدي لازم تنظر إليها والله أنا استحييت. البنت جاءت قعدت وأبوها يقول لي ايه رايك قلت يعني كل خير ان شاء الله طب يا عم انظر اليه وتسال البنت ها ما رايك في هذا الشاب والله انا لا اعرف ما شكله يا بنتي انت مش كنت اعلم وانا استحيت ان انظر اليه ماذا لو رفعت عيني وجدته ينظر الي لانه مؤدبه جدا فكان حياء غالب
على أن لا تنظر إلى هذا الرجل. ماذا لو كان دميما؟ إلى المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعيب على زوجي لا في دين ولا خلق. طب أنت عايز معنى كده؟ ورجل إيه؟ غير دين وخلق. وقالت: ولكني اسمع الإباء، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان، أن أعود إلى الكفر بعد الإيمان. يعني في حاجة مش عايزة تتكلم عنها هتتسبب في إنها تكفر بالله عز وجل. كان إيه السبب؟ إنه هو كان غني، خلق قويم، رجل بمعنى الكلمة، ولكنه كان أراد الله فابتلاه بخلقة لا يختلف إثنان أنه لا يعتبر يعني شبيه البشر، فما طاقة ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنهارها حديق، يعني ما بدهاش $100 ولا $500 ولا حتى $10,000، ده حديقة جنة. قالت: ردين عليه حديقته. وما قال لها لما، وما العذر؟ غيرها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها ثلاث وتزوجها رجل آخر. بتقول كيف مش بات مين هات كاس. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معه مثل الهدبة، مثل الهدبة، الهدبة يعني كده. فخلاص يا ابني أنا نسيت فيه ماء، أهو تعال 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 يا حبيبي، معلش قومتك من المجلس العلمي، سامحني يعني. تغتشر. المهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتظن هو أراك تودين أن ترجعي إلى فلان؟ لا والله، حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلتك، يعني يكون بينكم زواج. فالمقصود أن الشارع الحكيم لما قال وأنكحوا، يعني ما قال وأعينهم على النكاح، لا، ده بالأمر، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لأن أحيانا ابنك عايز يتزوج وانت تعضله، انت بتعضله لأسباب. يعني عندنا في مصر، أنا شخصيا لو جاءني ولد من أولادي الآن يقول أريد أن أتزوج، بقول له دونك، يلا جهز أموالك وجهز عمل ترتزق منه وتزوج على بركة الله. ولكن أن يأتينا يقول لا أستطيع أن أعمل، أنا لازلت طالب، أنا وأنت تنفق علي، أقول له يا ولدي لا أستطيع أن أنفق عليك، تبقى معي، سيكون ذلك تحريجا على بقية البيت، وسيكون ذلك، أنت لا تدري ما سيكون في البيت، سيكون في البيت حواجز، وأنا خصيصا لن أنام الليل، أفضل صاحب، أنت جنبي وهم فوق، لو حد نزل من فوق أنت رايح فين؟ عايز إيه؟ هفضل كده، أنا هدفع على التمن، ولكن إن أردت أن تبقى معي فعلى عيني ورأسي. فلا يستطيع الناس في مصر، معظم الناس حوالي 70% لا يتمكن أبداً أن يساعد ولده على الزواج. أنا لما طلبت من أبي أن يزوجني امرأة الأولى رحمة الله عليه، فقال لا يا بني والله أتمنى، وذلك لما ظهرت نتيجة البكالوريوس، يا ولدي والله أتمنى أن أنكحك إياه بس أنا فقير ولا أملك. قلت له لا تقلق، أنا معي مال. قال معك مال من أين؟ طبعا كان هذا محرم لكن أنا ما كنت أعرف. قلت له أنا أرسم صور الناس وأخذ جنيه من الرجل، يعني يأتيني مثلا الحاج علي يقول ارسم لي صورة حطها في الصالون، فأرسم له صورة، صورته هو كاتبه هو، فيعطيني جنيه، جنيه ده كتير في الوقت هذا، كان كتير سنة 76 من 74 ل 76، ظللت أرسم عشان وعين جنيه بعد جنيه حتى أستطيع أن أشتري شبكة. والمهم قلت لأبي معي 250 جنيه، قال 250 جنيه، كان ما أقول له ما
معي 250 ألف دولار أو 1000 جنيه، لأن الجنيه حقير بالنسبة للدولار. قال على بركة الله ما تردد وخطبها لي. قلت لا ما عندي خطوبة، أنا أعرف أنه نحن أطفال في الحضارة. اعقد. قال عزمت أمرك؟ قلت له اعقد. فتزوجنا. قال وبعد؟ قلت لا عليك، أنا سأسافر وإن شاء الله ربنا يوسع رزقك، وما عندي سنة ولا شيء أخذها. وقد صدقت بالفعل بفضل الله. الزوجة الثانية بقى لأن معي حاليا جاءتني في المنام، جاءني هاتف في المنام يقول هذه امرأتك. قلت من؟ قال فلانة بنت فلان. فلانة بنت فلان. ولما هذه؟ ما فيش بيني وبينها أي صلة، ولكن لأن الله يريد أن يتم نعمته علي فأكرمني بها. والله هي التي ماتت ولكن بصورة أخرى. هي خلق، هي أدب، هي رحمة، هي ما نقصت قيد أنملة عن سابقتها، إلا مثلا إن كانت القديمة سوداء الجديدة حمراء فقط، هذا يعني الفرق الوحيد. ثم أنه أعطاني نفس الأسرة، نفس أدب الأب، نفس أدب الأم، نفس أدب الإخوة. سبحان الله. وده بركة أننا لما جاءني خبر وفاته قلت اللهم عندك احتسب مصيبتي، فأبدلني فعلا خيرا منها أو وصلها، ولله الحمد والفضل منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان الله يستطيع أن يختار له بصورة في المنام مباشرة أو عن طريق، إنما جاءه جبرائيل وقال هذه امرأتك، فكان ينظر فيعرفه ويقول إن يشاء الله ينظر. يعني لو ربنا، احنا نسينا الإنجليزي خالص. طيب لا مش مهم، إيه حد هنا محتاج إنجليزي عشان نكمل عربي؟ يعني الأخوات حد محتاج إنجليزي؟ إن كان حد محتاج إنجليزي يمكنك التصفيق. لا في الشاب ما صفق أحد. المهم quickly الله سبحانه وتعالى say help to those who want to get married from your kids, from other people even if they are not relative, or from your slaves, males or females. Because sometimes the person has plenty concubine, يعني ملك يمين. They have plenty concubine, but he doesn't have any feeling toward those females. And he doesn't allow the females to be approached by the male slaves. So either you allow them to get married, or you marry her, or allow anyone to marry her with your permission, because you are the owner.